بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنقوم بخطوه بحيث انها تساعد معانا في تسريع الانترنت او الانترنت يشتغل معانا بشكل احسن. طيب طبعا راوتر تي بي لينك اللي احنا شايفينه قدامنا بالشكل ده، كنا طبعا رفعنا فيديو قبل كده اللي هو للكونفيجريشن الاساسيه الخاصه بيه، لكن احنا عايزين نعمل اوبشن اضافي حاجه تساعدنا ان الانترنت يكون شغال معانا بشكل احسن بكده. طيب طبعا لما بدخل على نتورك وبعد كده وان سيتنج بلاقي الجدول، الاقي سطر الكونفيجريشن اللي انا عامله، اعمل له ايديت تمام. بعد كده هنا عندي في ادفانسد تحت شويه على اليمين، اضغط عليها هيظهر لي حاجه اسمها MTU بايتس. MTU بايتس هي مكتوب 1480، اكتب 1460 او 1420 بعد كده اضغط على سيف تمام. الخطوه دي المفروض انها بتساعد جدا معانا في ان الانترنت يشتغل معانا بشكل احسن وبشكل اسرع.